اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج السير صبحي. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن المنتخب الاولمبي بتاعنا، بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه. هنسلط الضوء على المنتخب المصري وعن ابرز المواهب اللي موجوده في البطوله دي، المواهب المحترفه طبعا، لان بطوله زي دي بيبقى فيها كشافين كتير، بتبقى فرصه للموهبه الخام جدا جدا جدا. وطبعا مش هنفوت الاحصائيات والارقام بالنسبه لمحبي الاحصائيات والارقام. وقبل ما ابدا، طبعا الحلقه دي كانت باختياركم انتوا، فهتستنوني في اخر الحلقه هنتكلم مع بعض كده في شويه حاجات. بس عشان وقت المشاهد دلوقتي، انزل اعمل اشتراك وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نخش في المفيد. كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، البطولة اللي كان بيطلق عليها بطولة أفريقيا تحت 23 سنة لحد 2015، وبتعتبر بطولة دولية رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتتلعب طبعا من لاعبين تحت 23 سنة، وبتعتبر تصفيات مؤهلة للألعاب الأولمبية، وبيتأهل أول ثلاثة للألعاب الأولمبية مباشرة، والفريق الرابع بيصفي مع فريق من آسيا، والكسبان منهم بيتأهل للأولمبية. أول نسخة قيمت للبطولة كانت في المغرب الشقيق، والمغرب للأسف خسرت النهائي قصاد الجابون 2-1، ومصر حققت مركز ثالث في البطولة دي بفوزها على السنغال 2-0. تاني نسخة للبطولة أقيمت في السنغال بمسماها الجديد سنة 2015، والسنغال برضو أخدت مركز رابع بعد الخسارة من جنوب أفريقيا في ماتش ماراثوني خلص بتعادل 0-0، وقدرت جنوب أفريقيا إن هي تكسب 3-1 السنغال عشان جنوب أفريقيا تبقى مركز ثالث. والماتش النهائي كان ما بين نيجيريا والجزائر، وقدرت نيجيريا ان هي تحسم اللقب ليها بفوزها على الجزائر 2-1. اما بقى ثالث نسخة للبطولة بتقام حاليا في مصر، ومصر بتنفرد برقم مميز ان قائمة اللعيبة كلها لعيبة محلية. اكتر الاندية تواجد في القائمة دي هو الزمالك والجونة باربع لعيبة لكل فريق، وجنوب افريقيا بعد مصر ب 18 لاعب محلي متسجلين في القائمة. اما بقى بالنسبة للعيبة المحترفين والمواهب الخام والكلام ده كله، فالمحترفين في البطولة دي كتير جدا جدا جدا، لكن دول اوروبا ليها الحصيلة الاكبر بالنسبة للمحترفين ب 79 لاعب في 23 دولة، 13 لاعب محترفين في اسبانيا، 5 منهم بس في غانا، و10 لعيبة محترفين في فرنسا، 5 برضو منهم بس في الكاميرون، و8 في بلجيكا، و7 في البرتغال، و6 في تركيا والنمسا، والباقي متوزع على دول اوروبا. وفي 6 لعيبة من المتوقع تألقهم في البطولة دي، اولهم فرانك ايفينا مهاجم الكاميرون 19 سنة بس اللي بيلعب في البايرن، ومهاجم كوت ديفوار برضو كريستيان كوامي 19 سنة بيلعب في جنوة واحتمال يروح دورتموند، وأرجي أكوفكو مهاجم نيجيريا بيلعب في بولونيا 21 سنة، وباتسون داكا مهاجم زامبيا عنده 20 سنة بيلعب في سالزبورغ، ولايلي فوستر اللي بيلعب في جنوب أفريقيا بيلعب برضو في فريق موناكو، ويبويه لاعب غانا اللي بيلعب في سالتا فيجو اللي كان بيلعب في مانشستر سيتي قبل كده. وبالنسبة لمواهب البطولات المجمعة دي، في ناس كتير بتستناها كل 4 سنين اللي هم الكشافين، او بمسمى تاني اللي هو السمسار، بيستنى البطولات دي عشان يبدأ انه ينتقي اللاعب، بمناسبة اللي هي اسمها حاجة اسمها انتقاء الناشئين. طبعا ده كتاب لوحده في التربية الرياضية، وبالمناسبة يعني صاحبي اللي ضرب الكتاب بتاع انتقاء الناشئين، لو انت بتتفرج عليا يا صاحبي ما تنساش تنزل تعمل اشتراك، يعني ده اقل واجب يعني، وخلي الكتاب يا عم عندك حلال عليك، بس اهم حاجة الاشتراك، ما تبقاش متري، تبقاش ايه متري. لكن نرجع لموضوعنا تاني، خلينا في المفيد، ان لازم يبقى في انتقاء، وفي ناس بتستنى البطولات دي علشان ينتقوا الناشئين وياخدوهم في سلم الاحتراف، او سلم ان هو الموهبة دي لازم تتطور، وازاي الحاجات الناقصة في اللاعب وفي السن الصغير ده انك تقدر توعيه. وفي لعيبة كتير بتبقى سابقة سنها، طبعا زي رمضان صبحي اللي بان جدا ان هو سابق سنه، لان رمضان جرب انه يلعب مع الناس الكبيرة وجرب الاحتراف بدري، فرمضان سابق كتير جدا، وبتتبني عليه الخطة، وبتتبني عليه خطة المنافس، لان المنافس شايف ان هو بيبدأ يفكر ازاي انه يقفل على رمضان وازاي انه يحجم رمضان. ففي مواهب كتير جدا خام في البطولة دي، لكن
الكشاف الكويس هو اللي يقدر يكتشف المواهب دي. اما بقى بالنسبة لمنتقي الناشئين الاعظم في تاريخ مصر فهو كابتن شوقي غريب طبعا بدون كلام وبدون جدال. بعد الرقم التاريخي اللي حققه سنة 2001 كابتن شوقي غريب اللي معودنا في البطولة دي بثبات التشكيل اللي برضو بيلعب بثلاثة دايما في خط الظهر، بيلعب بثلاثة اربعة ثلاثة، الخطة المعتادة في البطولة دي لكابتن شوقي غريب مع طبعا ثبات التشكيل. بس في ماتش النهاردة عمل تغييرين في التشكيلة اللي هو امام عاشور بدل عماد حمدي وعبد الرحمن مجدي بدل صلاح محسن. مع التغييرين دول الصراحة يعني قبل ما نتكلم في استفادة التغييرين، كابتن شوقي غريب بيقدر انه يلعب في التشكيل ويشكل في الفريق بمزاجه قوي قوي قوي، خصوصا مع الاعمار السنية دي ان هي بتنفذ التعليمات بحذافيرها وبتنفذها صح. قليل جدا لما بتلاقي حد بيطلع بره المكتوب او بره النص وبيعمل مهارة فردية او بيتصرف من دماغه، لكن التغييرات اللي كابتن شوقي غريب عملها النهاردة نشطت الجبهة اليمنى، وعن طريق التنشيط الجبهة اليمنى دي بدأ ان هو يبقى في اسيست من ناحية اليمين، على عكس ما احنا كنا متوقعين ان الجبهة الشمال زي الماتشات اللي فاتت ان هي تبقى نشيطة، فهو نشط الجبهة اليمنى النهاردة على حساب الجبهة الشمال. لكن اكتر حاجة النهاردة كانت بتميز الخطة، كانت بتميز المنتخب اللامركزية للأربع خمس لاعبين اللي قدام، كانوا بيبدلوا مراكز كتير مع بعض وكان لامركزية ما بين اللاعبين بطريقة محترفة جدا جدا، حاجة تبشر، حاجة فخر لأي مصري بيتفرج على المنتخب ده طبعا بعد اللي حصل من المنتخب الكبير. لكن نزول رمضان صبح الخط النص افقد المنتخب قوة كبيرة جدا لرمضان. رمضان يلعب في اي حتة مع المنتخب المصري، لكن رمضان في مكانه على الجبهة الشمال كان منشط الجبهة دي وكان اقوى في الجبهة دي وكان مميزاته اكتر وبنوصل للجون اكتر او الفرص ان انت تهدف كانت اكتر بكتير. فانا مش مع نزول رمضان صبح الخط النص، طبعا ده علشان كابتن شوقي واخد لعيبة في خط النص قليلين جدا، وثبات التشكيل انك بتنزل لاعب بعد ما وما قدرش انه ينسجم مع الفريق على قد ما يقدر، فده كله من سلبيات كابتن شوقي اللي انا شايفها في ماتش النهاردة. لكن اهم ميزة لكابتن شوقي غريب انه قدر يقرأ مجريات اللقاء وقدر يقرأ الماتش كويس جدا وبدري، وعمل تغيير بنزول الجزار مكان امام عاشور اللي لسه ما انسجمش مع المجموعة، وطلع احمد بيكهام جوه في خط النص علشان يبقى جنب اكرم توفيق عشان يقدر يسيطر على مركز العمليات اللي هو خط النص اهم حاجة موجودة في الملعب، وعشان برضو يقدر انه يقتل هجمات الكاميرون بدري بدري بداية من خط النص. فتحسب لكابتن شوقي غريب التغييرات البدري وبرضو قرايته للمباراة. يحسب طبعا لكابتن شوقي غريب انه كون منتخب جامد جدا جدا، ما كانش الاقوى من وجهة نظري في البطولة، لكن برضو في عيوب ولازم ننتقد كابتن شوقي غريب. اول نقطة هي العيوب او الاخطاء الدفاعية اللي موجودة من الماتش اللي فات ولسه موجودة في الماتش ده ولسه محلهاش. تاني نقطة هو اقتناعه بمركز الليبرو، برغم ان الكرة الحديثة وكرة الاحتراف بتعتمد على السيرد باك، والليبرو ده ما بقاش ليه اي وجود في الكرة الحديثة. تالت نقطة هي سوء تغطية الاظهرة اللي هو ابو الفتوح او العراقي، بيبقى في مساحات كتير فاضية وراهم، لو بتلعب اي منتخب بيستغل الاجنحة دي هيزعلك قوي 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 قوي. رابع نقطة والاهم من وجهة نظري هو سوء تمركز اللعيبة في الكرات الثابتة ايا كان بقى كورنر او فاول، فلازم يبقى في تعليمات لشوقي غريب للاعبين ان انت ما تعملش اي فاول قريب جدا من 18، خصوصا ان اللاعبين بيلعبوا بروح قتالية جدا 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 ومش فارق معهم الفاولات. كذلك برضو سوء التمركز في الكورنر لازم يبقى في تعليمات لشوقي غريب ان انت هتتمركز في اماكن معينة ولازم انه يدرب اللعيبة عليهم، خصوصا ان المنتخبات كلها اللي طلع لك من المجموعة التانية نقطة قوتها هي الكرات الثابتة، والمنتخبات دي بتلعب على الكرات الثابتة والكورنرات، هي دي نقطة القوة بتاعتها. لكن برضو يتحسب له انه ما طلعش محمد عبد السلام الماتش ده، لان اللعيبة في الاعمار السنية دي بتبقى محتاجة معد نفسي، وانت لو طلعته الماتش ده بعد الخطأين اللي هو عملهم في ماتش غانا انت ممكن تقتل الموهبة اللي جوه اللاعب، ممكن تنسيه الكورة وممكن ما يلعبش كورة تاني.
كويس جدا ان كابتن شوقي غريب استمر في نزول محمد عبد السلام او استمر مع محمد عبد السلام في التشكيل الاساسي. بالنسبه لاحصائيات وارقام البطوله، معانا مصطفى محمد اللي بقى هداف البطوله بتسجيله 4 اهداف في 3 مباريات متتاليه، واحمد ابو الفتوح اللي بيسجل اسمه باكتر صانع اهداف في البطوله بهدفين، والغريب ان شوقي غريب في ماتش النهارده ما استغلهوش كويس. وبكده اكون انا وصلت لنهايه حلقه النهارده. لو انت لسه مكمل معايا انزل اعمل اشتراك واللايك الجميل يا معلم، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.